شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد الإسكان توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين البرنامج وبنك الإمارات الإسلامية. وقع المذكرة سعادة المهندسة جميلة محمد الفندي مدير عام البرنامج وعواطف عبد الرحيم الهرمودي مدير عام الجودة التشغيلية والعمليات لدى الإمارات الإسلامية. وتنص المذكرة على التعاون بين الطرفين من خلال دعم المستفيدين من البرنامج عن طريق صندوق الإمارات الإسلامي الخيري الذي سيقوم بسداد الالتزامات المالية للمستفيدين من البرنامج غير القادرين على السداد استجابة وتفاعلا مع مبادرة عام الخير. نحن الحقيقة مع هذا المصرف وصلنا إلى وعي في قصة احتياجات الناس، ووصلنا إلى إدراك أن ما ينطق به أصحاب السمو بالنسبة لنا نحن دستور. احتاج شيء يرتبط بدور البرنامج في توفير المسكن، فكانت هذه المبادرة مع الإمارات الإسلامية توقيع اتفاقية في أنهم يدعمون للحالات اللي البرنامج قانونه أو لائحته تجد صعوبة في التعامل إياها، نظرنا للحالات اللي هي أكثر استحقاقا قدرنا نحن مثل ما يقولون نقدمهم. اليوم عدد 5 حالات أرامل عندهم ورثة صعب أنهم يدفعون المبالغ المترتبة عليهم.